طيب نبدأ من احنا عندنا طبعا قضايا كتير وملفات كتير هنحاول يعني ناخدها كلها، بس عاوز أبدأ من ماتش يوم الجمعة الأهلي وبيراميدز اللي هيتقابلوا يوم الجمعة الجاية 12/7 في يعني خلال العشر أيام الجاية هيتقابلوا مرتين، مرة تانية يوم 22/7. الواقع بيقول إن بيراميدز متصدر السباق ب 11 نقطة عن الأهلي، الأهلي لسه ليه أربع مباريات مؤجلة، لو الأهلي كسب الأربع مباريات دول واللي منهم مباراة بيراميدز الجمعة الجاية هيتصدر الدوري بفرق نقطة عن بيراميدز. إذن هل ممكن نقول إنه الماتشين دول هم اللي هيحددوا بطل الدوري؟ هم هيساهموا إلى حد كبير، لأنه المباراتين ما بين الاتنين اللي بيتنافسوا على صدارة الدوري أو الحصول على اللقب، وبالتالي نتيجة المباراتين فعلا هيبقوا حاسمتين في هذه المسألة. صحيح كل المباريات الأخرى مهمة، لكن نتيجة المباراتين دول غايه في الاهميه، لانه دول اللي هي المواجهات المباشره. يعني لما لو واحد فيهم كسب التاني هيبقى هو بيكسب تلات نقط وبيفقد الاخر تلات نقط. يعني هيبقى فيها تاثير مهم جدا. يعني يعني المباراة بتاعة الأهلي وبيراميدز وإنه يعني إحنا بنقول لأول مرة إنه مباريات قمة مش أهلي وزمالك. ماذا يحدث؟ لا هو حدث تحول كبير جدا في السنوات الأخيرة، أن بيراميدز دخل المجال وبقوة كبيرة جدا من أول ما بدأ 2018، وعنده فرقة قوية وعنده سكواد قوي. كان عنده بعض العيوب الإدارية وهي افتعال مشاكل وأزمات جانبية. الموسم ده مختلف، الموسم ده مركز بشدة من ساعة خروجه من دوري أبطال أفريقيا. بالنسبة له الدوري تارجت، هو عنده سكواد مميز، عنده مدرب مميز على المستوى الفني بيلعب فرقته لمسة ولعبة، طور من الأداء الفني لبعض اللاعبين خاصة في الشق الهجومي باللعب المباشر والإيجابي على المرمى باستمرار والتسجيل، عالج عيوب دفاعية كانت عنده في المنظومة الدفاعية مش في الأفراد، واستعاد الكابتن أحمد الشناوي جزء كبير جدا جدا من مستواه. الفرقة فرقة قوية ومميزة، عنده طرفين في الباكات مميزين جدا، سواء محمد الشيبي في اليمين او محمد حمدي باك ليفت منتخب مصر في الشمال، عنده احمد سمير، عنده محمود، عنده اسامه جلال في قلب الدفاع، وسط الملعب عنده وليد الكارت حاجه مميزه، ابراهيم توريه، مصطفى فتحي، فخري لقاي، عنده عناصر ابراهيم عادل، عناصر فوق الممتاز. وبالتالي بداوا يشتغلوا على هدف ويركزوا، واللي معلوماتنا ان الاداره اللي في الامارات العربيه الشقيقه هي اللي بتدير واللي هنا بينفذوا توجيه نقلل مشاكلنا، نقلل ازماتنا، نعمل كذا، نبقى مركزين في الفوز. فبدا عندهم هدف، عملوا 14 فوز متتالي على ما اعتقد يعني، والاهلي عمل 12 فوز متتالي من ساعه ما هم خرجوا من دوري ابطال افريقيا وهم مركزين في الفوز ولا شيء غير الفوز، وبقى عندهم اراده الفوز، دي كانت غايبه عندهم قبل كده. وخدوا خبرات من السنين اللي فاتت، لكن المواجهه قويه جدا وعلى المستوى الفني الاهلي عمل 12 فوز متتالي، الاهلي عنده خبرات البطوله كفريق، بيراميدز عنده خبرات البطوله كافراد. لكن هم تحولوا الى فريق مميز في الاونه الاخيره، فادوا بشكل رائع جدا. الاهلي عنده بعض العناصر هتعود اليه في المباراه القادمه، اهمها محمود عبد المنعم كهربا ومحمد الشناوي للقائمه، كهربا اللي كان بعيد خالص بيتم تجهيزه. في مشكله نفسيه في الفرقه، طلب مستر مارسيل كولر معالجتها، ان حسين الشحات ومحمد الشيب هيبقوا على خط واحد طول المباراه متقابلين، يعني زي المواجهه يعني العالميه، زي الحرب العالميه الثانيه، مواجهه بين حسين الشحات بالظبط اخر حاجه 30 بالظبط. كان الشيبي وقع عليه عقوبه الايقاف بسبب اللجوء للقضاء في مشكله بتاعته مع حسين الشحات، بعدها الشيبي استأنف الحكم وطبعا في المحكمه الرياضيه. بالظبط كده. كيف ستكون المواجهه بين الشيبي وحسين الشحات؟ لا اعتقد انه بعد الاحداث اللي حصلت يعني هيبقى في تركيز من الاثنين في انهم يلعبوا كوره، وطبعا الشيبي كظهير متميز كظهير ايمن متميز منتخب المغرب ومتميز جدا مع بيراميدز كمان متميز الحقيقه، يعني عنصر من العناصر المهمه، كل تمريراته غالبا ما تنتهي باحراز اهداف. يعني فعلا هو لاعب اسيست كويس جدا يعني. لكن واعتقد ان المواجهه لن تخرج عن الروح الرياضيه ابدا بين الشحات وبين الشيبي، صعب لانه الموقف اساسا متأزم هو المشرحه مش ناقصه. لكن كمان عندك حسين الشحات متميز صحيح
كجناح للنادي الاهلي متميز جدا. فاحنا هنتفرج على مباراه خاصه بين الاثنين بس ونتمنى نشوف أنا حاجه. انا كويسة. عندي معلومه ان حسين الشحات هيسلم عليه وهيتعامل معاه بروح رياضيه رائعه. مش هيبقى فيه التنشانه اللي هو كده. حسين الشحات هيسلم على الشيبي, هيسلم عليه بروح رياضيه, بروح رياضيه وعادي جدا جدا جدا, لان حسين الشحات هو نفسه بينه وبين نفسه زعلان من اللي حصل, واقر ان هو اعتذر عده مرات مش مره, سواء يومها بعد المباراه مباشره لما خرج له واعتذر له, وده اقرار بالذنب عنده وده يحسب له ولا يحسب عليه. لكن اذا كان الجانب الاخر بعد ما وافق على المصالحه ثم قام بالتصعيد ده شانه. لكن احنا اتعلمنا في الشهامه والمروءه, حد قال لك حقك عليا وجالك لحد مكانك يبقى خلاص الموضوع انتهى. فهو اعتذر له, طلع بيان تاني يوم اعتذر في احد البرامج الكبرى, صحيح يعني اعتذر, اعلن اعتذاراته عده مرات, وهو اللي كان وكان في نجوم توسطه بحيث يبقى في قاعده قبل التصعيد الاخير, ثم تدخلت بعض العناصر ذات النوايا السيئه وقالوا لا لازم يبقى في مؤتمر صحفي عالمي ويحضر كل الناس. مين بقى بين قوسين العناصر ذات النوايا السيئه في ناس دي في ناس اللي موجودين في ناس في المشهد الكروي, في ناس عاوزه تتطاول يعني تحس انها ذات مكانه, فبتعمل ايه؟ فبتعمل يعني مكايده للي قدامها, عاوز اللي قدامه ده الكبير ده يرفع السماعه عليه او يقول له او حاجات بالشكل ده, مع ان هو لو تصرف بحلم وبخلق هيلاقي الكبير ده بيقول له متشكرين وكتر خيرك وانت راجل محترم. فالجزئيه دي, فاللي انا عاوز اقوله ان حسين كمان اتقعد معاه من المؤهل النفسي اللي في الفرقه للكلام في الموضوع ده, وقال له ان لا ما تقلقش وانا مركز في الكوره وهو بالنسبه لي لعيب في الملعب وهسلم عليه عادي في بدايه المباراه وكل حاجه وكده يعني. وربما حسين يفاجئ الجميع بما هو اقصى من ذلك. لكن المشكله بقى دلوقتي في الشيبي النرجسيه عنده زادت. في مباراه سموحه اللي تم استكمالها اعترض على الحكم بشكل عنيف جدا, كان في مشهد كده مش لطيف منه, هو بيعترض على الحكم لما اداله انذار ومصمم يروح له, وتدخل مهند لاشين وتدخل احمد الشناوي عليه ان هو يهدى ويبقى التركيز في الكوره ونشوف مباراه قمه حقيقيه تنافسيه دلوقتي. يعني القمه التنافسيه الحقيقيه الان هي بين الاهلي وبيراميدز هذا الموسم, لكن القمه التاريخيه اهلي وزمالك طبعا.